طبعا ما توصلش معنا اي طرف دولي، احنا ضد ان احنا نفتح اي قناه مع اي طرف دولي في هذا، هذا نعتبر فيه انه شان داخلي. وهذا عنده علاقه بحكومتنا اللي موجوده، واحنا لا يمكن نفتح اي قنوات مع اي طرف خارجي، فاحنا ضد هذا العمل جمله وتفصيلا، ولا يمكن ان نفتح اي قناه مع اي طرف خارجي يعني.